السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ طب بنها عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم دكتور حليم الحسيني، هنبدأ مع بعض شرح مادة الفارماكولوجي لموديول الماسك وسكيلتال. طبعا معانا التيم كله هيبقى نازل، دكتور ابراهيم الحسيني ودكتور نجيب الحسيني، طبعا دكتور وجيه بتاع الاناتومي اعتذر لظروف خاصة. ان شاء الله بإذن الله موديول الماسكل سكيلتال، موديول بالنسبه للفارما فهو مهم، هيبقى خفيف شويه ان شاء الله مقارنه بالموديولات الجايه. موديول الفارما بيتكلم عندكم عن ايه؟ في الاول كده بدأ لك بامراض العظم، سواء جاوت اللي هو مرض المقرس او مرض الروماتيزم. بعد كده هننتقل في رحله للعضلات، الادويه اللي بترخي العضلات وايه استخداماتها وعيوبها، وبعد كده الأدوية اللي بتقوي العضلات واستخداماتها وعيوبها، هيفضل لنا شوية بهاريز في الآخر كده إن شاء الله الدنيا تبقى لذيذة وسلسة في الفرق. طبعا عندكم بالنسبة للجدول بتاعكم الفارما بدأ بعد امتحان الميد، إذا الفارما مش داخلة في امتحان الميد. طيب يا دكتور نركنها بعد امتحان الميد؟ أعذرني ويعني اسمح لي أقول لك بلاش، لأن كمية الفارما كبيرة يعني المسافة بين الميد والفاينل مش كبيرة، تمام؟ مش يعني اللي هو مش عايز اخضك، بس اللي هي انك تلم الفارما في وقت قصير ده غلط جدا، خد الفارما على المستريح وان شاء الله الدنيا هتبقى معاك حلوة. طيب يا دكتور الفارما درجاتها تكون كبيرة في الامتحان؟ بص خدها قاعدة، أي مادة ما بتخشش في الميد ففي الفاينل يعني معظم الفاينل هيكون منها. ان شاء الله ما تقلقوش من الفارما، بإذن الله الدنيا هتبقى لذيذة وجميلة. هتلاقيني بطول في الشرح شوية بعض النقط، بس عشان ممكن الدواء ده بيكون مهم جدا في السوق، فاعذرني لو خرجت بره المنهج شوية. احنا طلع دكتور شاطر، دكتور فاهم، ان شاء الله امتحانك كده كده ان شاء الله بإذن الله بالنسبة للفرما هتخش وتقفله، بس احنا برضو يهمنا انك تعرف تتعامل مع بعض الامراض الشائعة كويس جدا، تمام؟ طيب اتمنى السمستر الاولاني يكون عدى على خير، اتمنى ان تكون تاسست شويه في الفارما. الناس اللي ما سمعتش الفارما قبل كده ما تقلقوش من حاجه، اي مصطلح جديد عليك انا متكفل بيه هشرحه لك وكانك لم تسمعه من قبل. هنبدا النهارده بمرض ايه؟ هنبدا النهارده بمرض اسمه الجوت. الجوت ده يا جماعه بالعربي اسمه المقرس. اسمه الايه؟ المقرس. الجوت ده قصته ايه؟ كان يقال عليه زمان ان هو داء الملوك. اشمعنى؟ لانه كان بيجي للناس اللي بتاكل لحمه كتير، وطبعا ايام زمان كانت الدنيا الحلضان خالص، فاللي كانوا بياكلوا اللحمه بس هم الملوك، فكان المرض ده منتشر عندهم فسموه داء الملوك. طيب انا عرفت دلوقتي ان المرض ده بيجي للي بياكلوا لحمه كتير، بيني وبينك بيجي للي بياكلوا بروتين كتير، يعني واحد بياكل فول كتير ممكن يجيله ايه؟ النقص. طيب حضرتك هتقلب بس الصفحة الأولانية وهنخش بس على الرسمة اللي أنا حاططها لك في الصفحة التانية في المذكرة عندك. الناس اللي مش معاها المذكرة أنا رفعتها لكم بلي إف على الجروب، ولو حد مش على الجروب يبعت لي وأنا هبعتها له، تمام زي الفل. والمذكرة موجودة في ميديكال هاوس جنب كلية أو قدام كلية طب بشري الزقازيق. طيب نبدأ كده مع بعض يا جماعة، بنتكلم عن مرض اسمه الجاوت أو المقرص. الجاوت او المقرس يا جماعه بيجي من اكل البروتين. في عمليات الميتابوليزم اللي حضرتك هتاخدها في البايوكيمستري بتاع البروتين بتنتج ماده اسمها الهايبوزانسين. اسمها الايه؟ الهايبوزانسين. بعد كده الهايبوزانسين يا جماعه بتتحول بانزيم لماده اسمها الزانسين، ثم الزانسين بيتحول الى يوريك اسيد بنفس الانزيم. يبقى بقول لك البروتينات لما بتتهضم بتتحول لهايبوزانسين، الهايبوزانسين بيتحول الى زانسين بنزين، وبنفس الانزيم الزانسين يتحول الى يوريك اسيد. المفروض في الطبيعي اليوريك اسيد بينزل في اليورين بكميات كبيره، بيني وبينك لان حضرتك عمليات الايض بتفضل مستمره كتير، فاليوريك اسيد بينزل بكميات كبيره في اليورين، لذلك سميته يورين نسبه الى اليوريك اسيد اصلا، تمام؟ طيب لو حصل عند حضرتك مشكله في نزول اليوريك اسيد في اليورين، يعني الخطوه دي وقفت، ايه اللي هيتم؟ اليوريك اسيد هيفضل موجود في الدم، مش هينزل في اليورين، يعني هيفضل موجود في الدم.
كده هيحصل عند حضرتك حاجة اسمها هايبر يوريسيميا. هايبر يعني زيادة، ويوري نسبة هي اليوريك أسيد، وإيميا يعني في الدم. يبقى خد بالك أنا لسه ما قلتش حاجة، الهايبوزانسين بإنزيم هيتحول لزانسين بنفس الإنزيم ليوريك أسيد، اليوريك أسيد المفروض هينزل في اليورين. لو عندي هنا مشكلة هيحصل حاجة اسمها هايبر يوريسيميا. طيب الهايبر يوريسيميا دي فضلت مطولة معاك أسبوع لمدة 10 أيام يا جماعة، لو الهايبر يوريسيميا مستمرة اليوريك أسيد اللي موجود في الدم ده هيتشكل في صورة كريستالات، والكريستالات دي يا جماعة هتروح تترسب في بعض المناطق. هتترسب فين يا دكتور خير؟ ممكن تترسب في المفاصل، وده أهم حاجة احنا هنتكلم عليها النهارده. ممكن تترسب في المفاصل فتعمل لي مرض اسمه الجوت اللي هو المقرص. ممكن تترسب تحت الجلد، ولما تترسب تحت الجلد يا جماعة بتعمل لي حاجة أتمنى تكونوا سمعتوا عنها، حاجة اسمها الشوكة العظمية أو الشوكة العظمية، اسمها بالإنجليزي توفاي. اسمها إيه؟ توفاي. شوكة عظمية كده بتكون تحت الجلد نتيجة ترسب كميات كبيرة من اليوريك أسيد. طيب وممكن تروح تترسب في الكدني فتعمل لي مشاكل في الكلية، تعمل لي ستونز مثلا، حصوات، ممكن تعمل لي نفروباطي تبوظ لي النفرونات، وهكذا. انا لسه ما قلتش حاجه، انا بقول لك لما يحصل مشكله في خروج اليوريك اسيد في اليورين يحصل هايبر يوريسيميا. بعد اسبوع ل 10 ايام من الهايبر يوريسيميا مستمره هتتشكل في صوره كريستالات وتترسب في بعض المناطق. ايه هي المناطق دي يا دكتور؟ جوينتس وسكين وكدني. طيب بعد كده يا دكتور قلت لك لو ترسبت في المفصل ايه اللي هيتم؟ ما تيجي نبص على الصوره دي. والله انا عندي كان هنا يوريك اسيد او كريستالز اوف يوريت موجوده هنا في المفصل، موجوده في الكبسوله بتاعت المفصل هنا اهو يا دكتور. ايه اللي هيتم بعد كده؟ وجود اليوريك اسيد في المفصل الجسم بيعتبره اكنه انتيجين، اكنه حاجه غريبه عن الجسم. واي انتيجين يا جماعه ايه اللي بيتم؟ بقول لك بنادي خلايا الدم البيضاء الوايت بيسيز او الليكوسايتس عشان تيجي تاكل الماده الغريبه دي وتشيلها وتطلعها بره الجسم. فانا بنادي اهو الوايت بيسيز، وخصوصا خلايا اسمها النيوتروفيل او البوليمورف، اعتقد ما سمعتش عن الكلام ده فبفتك منه واقلبه، خلايا الدم البيضاء وخلاص. خلايا الدم البيضاء يا جماعه بتهاجر من الدم عشان تروح للمفصل. ليه؟ هدفها ان هي تاكل اليوريت كريستالز. عملت فاجوسيتوزس يعني اكلت اليوريت كريستالز. اليوريت كريستالز يا جماعه لما تخش جوه خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء ما بتعرفش تهضمها. يعني ايه؟ يعني هي كلتها وفضلت محشوره جواها اهو. طب اخدت حته يوريت كريستالز ما عرفتش تهضمها، هتاكل اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها لعند ما اليوريت كريستالز تتراكم جوه خلايا الدم البيضاء، وتفضل تتراكم تتراكم لعند ما كره الدم البيضاء تفرقع من كتر اليوريت كريستالز اللي جواها. فاول ما يحصل رابشر لخلايا الدم البيضاء الانزيمات اللي موجوده فيها هتقع على المفصل هنا. طب ايه هي الانزيمات اللي موجوده فيها؟ بنسميها بروتيوليتيك انزيم. بنسميها ايه؟ بروتيوليتيك انزيم. وبعض اللاكتيك اسيد. يبقى لما خلايا الدم البيضاء تفرقع هيقع ايه على المفصل يا جماعه؟ هيقع بروتيوليتيك انزيم واللاكتيك اسيد. ايه اللي هيتم بعد كده يا دكتور؟ هيحصل عندك تآكل في المفصل، وده اللي يؤدي الى حدوث الالم. طيب ما هو تفسير تآكل المفصل؟ قلت لك الانزيمات وقعت، بس خد بالك بقى من حته انا عندي في الفارما. الفارما هي اصل الطب، معلش مع اعتذاري، بس الفارما هي اصل الطب. اصل الطب يا جماعه داء ودواء، صح؟ كل المواد اللي انت حضرتك هتاخدها متخصصه انك تشخص الداء. طب الحمد لله انا شخصت الداء، ايه الحل؟ المريض جاي لك عشان تعالجه، عشان تكتب له دواء يستريح عليه. يعني الفارما هي الماده الوحيده التي تتعلق بعلم الدواء. وقلت لكم قبل كده للناس اللي كانوا معانا في الترم الاولاني ان الدكتور الشاطر بتعرف منه روشتته،
يقول لك انا رحت للدكتور فلان الفلاني اداني روشته غاليه، اي نعم بس بتجيب من الاخر. دي السمعه الحلوه اللي بتطلع من الدكتور، والسمعه الوحشه برضو بتطلع من عن الدكتور ازاي؟ يقول لك ان انا كان عندي سكر والدكتور اداني دواء بوظ لي دواء السكر خالص. او انا كان عندي مثلا فيروس في الكبد والكبد بتاعي بايظ ومتهربد والدكتور اداني دواء دخلني في غيبوبه كبديه، فخلاص الدكتور ده سمعته اتنسفت. ليه؟ لانه ما كانش دارس فارما كويس. اهتم بعلم الفارما تطلع دكتور محترم وشاطر، بحيث لو عيان جاي لك مثلا والعيان ده عنده ضغط وانت هو دلوقتي عنده قرحه معده وانت شخصت ان هو عنده قرحه معده وعايز تكتب له دواء، لازم الدواء اللي انت بتكتبه ما يتعارضش مع ادويه الضغط اللي هو بياخدها. طب انا هعرف الكلام ده كله ازاي؟ من الفارما. خلاص؟ فاتمنى الناس تهتم بالماده دي كويس، الناس تظبط الماده دي كويس. احنا بنطلع دكاتره شطاره يا جماعه، مش دكاتره حافظه كلمتين بتروح ترصهم في ورق. بالنسبه للامتحان انا متكفل بيه وان شاء الله هتقفله، بس الفكره كلها ان احنا بنطلع دكاتره شطاره. تمام؟ طيب احنا بنحكي في ايه دلوقتي؟ بقول لك ان اليوريت كريستالز اترسبت عندي في المفصل، فخلايا الدم البيضاء هجرت وراحت المفصل، بدات تاكل اليوريت كريستالز، ما عرفتش تهضمها فتراكمت جواها ففرقعت الوايت بيسيز او كرات الدم البيضاء. فلما فرقعت يا جماعه الانزيمات اللي جواها خرجت على المفصل. زي ايه يا دكتور؟ بروتيوليتيك انزيم واللاكتيك اسيدز. لما الحاجات دي تقع على المفصل او على العظم يعني بتاع المفصل، العظم جواه كالسيوم، والكالسيوم عشان يقعد في العظم لازم يكون الوسط قلوي. امسكوها مهمه جدا في البايو وفي الفسيولوجي كمان، ان الكالسيوم عشان يفضل قاعد في العظم لازم الوسط يكون قلوي. هحفظها زي كالسيوم بيحب القلوي. طيب دي لما فرقعت طلعت ايه؟ طلعت لاكتيك اسيد وبروتيوليتيك انزيم. فايه اللي يتم؟ الكالسيوم لقى الوسط بقى اسيد، يقول لك والله ما انا قاعد، والكالسيوم يتشال من العظم، فالعظم يبقى هش وضعيف فيتاكل، العظم يبقى هش وضعيف فيتاكل، وهكذا. فبيحصل تآكل في المفصل وده يؤدي إلى حدوث ألم بنسميه آلام النقرس. طيب بص كده الكلام مكتوب بالإنجليزي إزاي؟ بقول لك migration of white disease، حصل لهم هجرة، هجروا من البلاد للجوينت. بعد كده حصل إيه؟ حصل phagocytosis، أكلوا اليوريت كريستالز. بعد كده حصل إيه؟ ما عرفوش يهضموها فحصل rupture and release لإيه؟ للاكتيك أسيد والبروتيوليتيك إنزيم. طيب لما حصل اللاكتيك اسيد والبروتيوليتيك انزيم خرجوا، هيحصل ايه؟ هيحصل بين، هيحصل الام وكريستالات هتيجي تترسب تاني فتجي لها وايت بيسيز تانيه، وهكذا وهكذا دواليك. تمام؟ تمام. ده الباثولوجي بتاع المرض. معلش انا في اي ان شاء الله قبل ما نشرح الادويه لازم تكون عارف الباثولوجي بتاع المرض عشان نعرف احنا داخلين على ايه. طب ما تيجي نشوف الادويه كده اللي انا ممكن استخدمها في علاج الجوت ممكن تشتغل ازاي. بص كده، انا ممكن من الاول خالص امنع تصنيع اليوريك اسيد. ازاي تمنع تصنيع اليوريك اسيد؟ شوف الانزيم اللي بيحول الهايبوزانسين الى زانسين، اللي هو نفس الانزيم اللي بيحول الزانسين لليوريك اسيد، اسمه ايه؟ اسمه يا جماعه زانسين اوكسيديز. اسمه ايه؟ زانسين اوكسيديز اختصارا اكس او. في ناس بتلعب اللعبه دي اكس او. تمام؟ زانسين اوكسيديز. الزانسين اوكسيديز يا جماعه انت لو عملت له انهبيشن هتمنع تصنيع اليوريك اسيد، وبالتالي هتمنع الهايبر يوريسيميا، وبالتالي هتمنع الترسيب في المفاصل اصلا. صح ولا ايه؟ فمين الادويه اللي بتمنع بتوقف هذا الانزيم وبالتالي بتمنع تصنيع اليوريك اسيد؟ بنسميهم يوريكوستاتيك. بنسميهم ايه؟ يوريكوستاتيك. بنسميهم، زود معايا بقى الرسم، بنسميهم ايه يا جماعه؟ يوريكوستاتيك. ما تديني مثال كده دكتور للدواء اليوريكوستاتيك ده. عندكم في طب بنها كاتبين مثال واحد لليوريكوستاتيك اسمه اللوبيورينول. اسمه ايه؟ اللوبيورينول. اسمه التجاري زايلوريك. ماشي؟ حبايه بتكون صفرة كده، حبايه مشهوره جدا، لو تعرف اي حد عنده النقرس او الجوت بيكون مستمر على هذا الدواء اللي اسمه الالوبيرينول كماده فعاله او زايلوريك كاسم تجاري. تمام؟ طيب بعد كده يا جماعه حضرتك دي اول فكره ادويه اليوريكوستاتيك. طب تاني فكره للادويه، حضرتك ممكن تزود
نزول اليوريك اسيد في اليورين. ممكن تزود نزول اليوريك اسيد في اليورين، مش دي اللي كانت عامله المشكله اصلا؟ اه خلاص انا هنزل اليوريك اسيد في اليورين. زي ايه يا دكتور؟ بنسمي العيله دي ايه؟ بنسميها يوريكوز يوريك. يوريكوز يوريك يعني يوريك نسبه الى اليوريك اسيد، زيوريك يعني بتزوده في اليورين. يوريكوز يوريك. اديني امثله لليوريكوز يوريك حدث ولا حرج. الاسبرين، بس خد بالك الاسبرين لازم يتاخد بجرعه كبيره، بيني وبينك ما عدناش بنستخدمه، عشان الاسبرين جرعه كبيره هيتعبلي المعده، صح ولا ايه؟ فلا، في ادويه احسن. زي ايه يا دكتور؟ هنعرف اسمائهم ان شاء الله، ما تشغلش بالك بيهم، بس اعرفي اسمهم دلوقتي وفكره شغلهم. اليوريكوز يوريك، لما اقول لك يوريكوز يوريك كمصطلح تقول لي ايه؟ اقول لك دي ادويه بتزود خروج اليوريك اسيد في اليورين. طيب في دواء مهم جدا، اهم دواء في ادويه الجلد. الدواء ده يا جماعه اسمه كولشيسين. اسمه ايه؟ كولشيسين. ليه اخ تاني اسمه ديميكلو سين. اي دواء اخره سين واسكت، ماشي؟ كولشيسين وليه دواء اخوه اسمه ديميكلوسين، الاثنين شبه بعض جدا. دول بيعملوا ايه او بيشتغلوا ازاي يعني يا دكتور؟ والله بيمنعوا خطوات بنحفظها في كلمه مفر. ايه مفر دي؟ بيمنعوا المايجريشن والفاجوسايتوزس والرابشر والريليز بتاع الوايت ديسيز. اسمهم ايه الادويه دي؟ كولشيسين او ديميكلوسين، وادويه هامه جدا. ادويه هامه جدا جدا جدا. ليه؟ اشمعنى يا ترى؟ الكولشيسين والديميكلوسين دول يا جماعه بيستخدموا لواحد بيصوت من الام الجلد دلوقتي، عنده الام شديده قوي في مفاصله، هتلحقه بايه؟ هلحقه بالكولشيسين والديميكلوسين. دي اول حاجه افكر فيها، بنسميها دراج اوف تشويس، اهم دواء بيستخدم في حاله الاكيوت اتاك. يعني ايه كلمه اكيوت اتاك دي يا اولاد؟ يعني الراجل عنده الام المقرص دلوقتي. ده اسمه ايه؟ الكولشيسين او الديميكلوسين. باستخدامهم بيشتغلوا ازاي قصدي؟ بيمنعوا حاجه اسمها المفر. تمام؟ تمام. بيني وبينك انا هكلمك دلوقتي كلمتين. الكلمتين دول تفسيرهم مش عليك، بس لازم تكون فاهمهم كويس جدا عشان في شويه كلام عندكم الكلام بيرصوه كده وخلاص. الكولشيسين ده يا جماعه بيني وبينك هو بيوقف المفر، اي نعم، بس بيوقفه ازاي يعني؟ مش فاهم يا دكتور. الكولشيسين ده يا جماعه بيجي يمسك في حاجه اسمها مايكرو تيبيولز موجوده في كل الخلايا. في حاجه كده موجوده في الخلايا اسمها المايكرو تيبيولز. المايكرو تيبيولز دي ايه وظيفتها يعني جوه الخليه؟ وظيفتها ان هي تحرك الخليه وتعمل انقسام في الخليه، بتصنع حاجه اسمها خيوط المرزل او الميتوتيك سبيندل. يبقى الكولشيسين يا جماعه بيمسك في المايكرو تيبيولز اللي وظيفتها موفمنت اوف سيل، وظيفتها برضه مايتوزس، بيوقف المايكرو تيبيولز. فبيوقف الموفمنت اوف سيل هي هيها المايجريشن، وبيوقف عمليه المايتوزس، بيوقف انقسام الخلايا. يبقى الكولشيسين او الديميكلوسين بيوقفوا اصلا المايكرو تيبيولز، وبالتالي مش هيحصل موفمنت للسيل، مش هيحصل مايجريشن، وطالما ما حصلش مايجريشن يبقى مش هتاكل ومش هتفرقع. تمام؟ يبقى دي اول بوينت. تاني بوينت، هما بيوقفوا الميتوزس. فلما نيجي نخش في الدواء يا جماعه هقول لك ان الدواء ده ممكن يستخدم كعلاج كيماوي لعلاج السرطان. تقول لي ليه يا دكتور؟ اقول لك حصل خير. ليه؟ لان الدواء ده بيوقف عمليه الميتوزس، والسرطان ما هو الا ميتوزس مستمر للخلايا، ميتوزس ميتوزس ميتوزس، فالخلايا اتجننت واتهبلت. صح ولا ايه؟ صح؟ اتمنى الرسمه اللي على السبوره دي تكون اتفهمت. يلا بينا نرجع للصفحه الاولانيه، همسح السبوره ونرجع لبعض تاني. في الصفحه الاولانيه هتلاقي عندك تعريف المرض، طبعا حضرتك عارفه. الجلد ده عباره عن ايه؟ بقول لك ده عباره عن ميتابوليك ديس اوردر، خطا في الميتابوليزم. بيؤدي الى زياده اليوريك اسيد في الدم، بنسميه المصطلح ده هايبر يوريسيميا.
الهايبر اوريثيميا دي لو استمرت فتره بيحصل ايه؟ بيحصل ديبوزيشن لليوريت كريستالز، ترسيب لليوريت كريستالز في البون او السكين او الكدني. في البون هيحصل التهابات في العظم مما يؤدي الى الالام، حاجه اسمها اريثرايتس. اريثرايتس يعني التهاب المفاصل. بعد كده وخصوصا يا جماعه يعني حاجه دايجنوستيك قوي للجوت ان هو بيبدا في المفاصل الصغيره اللي بين صوابع الرجل وخصوصا البيج 2 اللي هو الصباع الكبير. تمام؟ طيب وطبعا انت بتشخصه ازاي؟ بيكون كلينيكال. اول حاجه بتيجي للعيان هو الالم اللي في الرجل ده، بتطلب منه تحليل دم وتحليل بول، بتلاقي كميه اليوريك اسيد في البول قليله، وتحليل دم بتلاقي كميه اليوريك اسيد عاليه. تمام؟ طيب في السكن يا جماعه لو ترسب اليوريك اسيد بيحصل عنده الشوكه العظميه اللي اسمها التوفاي، دي بتحصل بعد مرحله متاخره شويه. بعد كده بيحصل في الاخر لو العيان ده ما مشيش على ادويته كويس بتاعت الجاوت بيحصل عنده نيفروباثي، مشاكل في الكليه. طيب ما هي الادويه اللي ممكن استخدمها في علاج الجاوت؟ الكلاسيفيكيشن بتاعها بقول لك، في ادويه لو حضرتك عندك الالم دلوقتي، لو الالم بتاع الجاوت وبيكون الم زي نظام ثروبنج بين كده اللي هو الم نحح كده يا جماعه بيكون في المفاصل، لو عندك الالم دلوقتي فانت عايز دواء يسكن لك او دواء يوقف الالتهاب اللي حاصل في المفاصل دي دلوقتي، بنسميهم الادويه بتاعت الاكيوت اتاك. طيب انا دلوقتي خدت الدواء وكان عندي الم وخلاص الالم ده راح، بعد كده المفروض بتمشي على ادويه، طالما شخصت جاوت بتمشي على الادويه دي مدى عمرك. ليه يا دكتور؟ الادويه دي هتمنع الهايبر يوريثيميا، وبالتالي الادويه دي هتمنع تكوين اليوريت كريستالز وترسبها في المفصل، وبالتالي بتمنع حدوث اتاك ثانيه. تمام؟ يبقى بستخدم ادويه في الاكيوت اتاك وان بتوين اتاكس، بنسميهم ادويه البروفيلاكسز. معلش زود لي المصطلح ده عندك، بنسميهم ادويه الايه؟ البروفيلاكسز. طب يعني ايه كلمه بروفيلاكسز دي يا دكتور؟ يعني بريفنشن. كلمه بروفيلاكسز يعني بريفنشن اوف ريكارنس، بمنع المرض يرجع تاني. يبقى ادويه ان بتوين اتاك ممكن تنزل لك في الام سي كيو صوره بروفيلاكتيك دراجز. مين هما البروفيلاكتيك دراجز؟ هما الادويه بتاعت ان بتوين اتاكس. طيب مين هي الادويه اللي انا ممكن استخدمها في الاكيوت اتاك؟ انا مرتبهم لك هنا على السبوره وحاول ترتبهم معايا في المذكره بتاعتك او في الكتاب على حسب استخدامهم. الدراج اوف تشويس اهم دواء ممكن استخدمه. الدراج اوف تشويس عندي هو الكولشيسين والديميكلوسين اللي عرفنا مع بعض الميكانيزم اوف اكشن بتاعه واستخدامين ليه، كان استخدام الجاوت واستخدام السرطان اللي هو الانتي كانسر دراج. طيب ادويه مضادات التهابات بنقسمهم الى ادويه مضادات التهابات يا جماعه لا تحتوي على حاجه اسمها ستيرويد نيوكليس، ودي هتتشرح قدام مش قدام في الموديول ده، موديولات جايه ان شاء الله. مضادات الالتهاب يا جماعه اللي بنسميها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز او اختصارا ان سيد. تمام؟ وفي ادويه اسمها سيد. ايه سيد دي؟ لو دول نون سترويدال فدول سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، يعني الادويه اللي تحتوي على سترويد نيوكليس اللي هم الكورتيزون واخواته يعني. طيب مين هم الان سيد دول يا اولاد؟ اللي هو اخوات الاسبرين. اخوات الاسبرين مين هم؟ يكفيني بس اسماء، اسماء بس عشان خاطر الام سي كيو. اول دواء يا جماعه اسمه اندوميساسين. اسمه ايه؟ اندوميساسين. ده دواء مشهور جدا الاندوميساسين. في دواء تاني اسمه نابروكسين. نابروكسين. الدواء اللي بعده اسمه بايروكسيكام. بايروكسيكام. الدواء الاخير اسمه فينايل بيوتازون. لو حضرتك ملاحظ بص، اتنين بحرف الان واتنين بحرف البي. اندوميساسين، اندوميساسين، نابروكسين، فينايل بيوتازون، وبايروكسيكام. معلش تعالى نفسك واعرفهم بس بالشبه كده عشان خاطر الام سي كيو، انا عارف ان امتحانكم كله ام سي كيو. طيب مين هم السيد؟ السيد بقول لك اخوات الكورتيزون. مين هم انا يا دكتور؟ دواء مشهور جدا بيتاخد اورال، بيتاخد عن طريق الفم. كورتيزون عن طريق الفم اضام اورال وكورتيزون، يبقى البريدنزولون. اسمه ايه؟ بريدنزولون. اسمه ايه؟ بريدنزولون. ده مهم جدا.
اسمهم ايه؟ بريدنزولون او حقنة بتتحقن في المفصل اسمها حقنة الاي سي تي اتش. يبقى في الاكيوت اتاك ممكن استخدم يا دكتور كولشيسين وديميكلوسين، ده الفيرست تشويس. طب مين هو السكند تشويس؟ الان سيد. طيب حضرتك دلوقتي خدت كولشيسين وخدت من الان سيد والالم لسه مستمر، هضطر ان انا اخش واستعمل الكارت الاخير بتاعي اللي هو الكورتيزون او اخوات الكورتيزون، تمام؟ يبقى ده الفيرست تشويس. ما تعالجش بقوم جاي ضايف عليه ده الان سيد، ما تعالجش بضيف الدواء الثالث اللي اسمه السيد، تمام؟ الاسماء سهله، كررها بس كده واحفظها بالشبه. طيب مين الادويه بتاعه الان بتوين اتاكس او البروفيلاكتيك دراج؟ ولازم تزود معاك الكلمه دي، بروفيلاكتيك دراجز. مين هم الادويه؟ يوريكوزيوريك، يعني كلمه يوريكوزيوريك يعني بيزودوا لي خروج اليوريك اسيد في اليورين، او يوريكوستاتيك، يعني كلمه يوريكوستاتيك يعني بيوقفوا تصنيع اليوريك اسيد. نبدا باليوريكوستاتيك لان هو دواء واحد اسمه الالوبيورينول. اسمه ايه؟ الالوبيورينول، اسمه التجاري زايلوريك، ماشي. طب مين هم اليوريكوزيوريك يا جماعه؟ اليوريكوزيوريك ده جرعات كبيره، لارج دوزس، والكلمه دي هامه جدا، هامة جدا. كلمة لارج دوزس هنا مهمة جدا، هناخد الأدوية دلوقتي وهتعرف إيه أهميتها. لارج دوزس أوف ساليسيليت، والساليسيليت اللي هو الأسبرين، الأسبرين تركيبه الكيميائي حاجة اسمها أسيتايل ساليسيليك أسيد، فهو من ضمن الساليسيليت. اكتب لي كده جنبها يا جماعة أسبرين. يبقى لارج دوزس أوف ساليسيليت أو الأسبرين. Large doses of probenecid، يبقى لازم ادي جرعات كبيره من الساليسيليت او دواء اسمه البروبينيسيد، ساليسيليت او بروبينيسيد. بعد كده في دواء ممكن يستخدم، مش عايز تحفظ اسمائهم دلوقتي، ما تحفظهمش، هناخد كل دواء بالتفصيل. دواء اسمه سلفاين بايرازون، دواء اسمه ايه؟ سلفاين بايرازون. الدواء الاخير اسمه بنز برومارون، اكتب لي كده جنبه البيست. اكتب لي بس كده جنبه البيست. يبقى الادويه اللي بتستخدم ان بتوين اتاك ممكن يوريكوزيوريك، ممكن يوريكوستاتيك. يوريكوستاتيك الالبرينول خلصنا منهم. طب اليوريكوزيوريك لارج دوزس، وكلمه مهمه جدا، لارج دوزس اوف الساليسيليت. النقطه الثانيه الدواء اللي اسمه البروبينيزين البروبينيسيد وسلفاين بايرازون، والدواء الاخير البيست بتاعي اللي اسمه بنز برومارون. بنز برومارون، تمام؟ تمام. الصفحه دي يهمني بس الاسماء اللي تحت، هنمسح السبورة ونرجع لبعض تاني نخش في الأدوية والكلام الممتع شوية. هنبدأ الأدوية بدواء بيستخدم في الأكيوت أتاك اللي هو أهم دواء اللي اسمه الكولشيسين، وبيني وبينك مفيش غير كلمتين بس جداد حضرتك، أنا برص رصة كده في الأول قبل أي قبل بشرح أي دواء، الرصة دي تخلص لك الأدوية، تمام؟ عشان ما تخشش بس تحتار وتحتاس في الدواء. اول دواء اسمه ايه؟ اسمه الكولشيسين. اول عنوان فيه حاجه اسمها الميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن حضرتك عارف من على الرسمه او المخطط اللي احنا رسمناه في الاول. بيوقف ايه؟ بيشتغل ازاي؟ والله هو بيوقف حاجه اسمها المايكروتوبيولز في الانتي جاوت اكشن بتاعه، ان هو بيوقف المفر. المفر دي بيوقف المايجريشن بتاع الوايت بيسيز او البوليمورفز اللي هي خلايا النيتروفيل يعني. لو مكتوب عندك وعايز تشخبط عليه وتكتب وايت ديزيز شغال. بيمنع الفاجوسايتوزس بتاع اليوريت كريستالز، بيمنع الرابشر والريليز بتاع لاكتيك اسيد وبروتيوليتيك انزايم، الكلام ده اتشرح قبل كده. طب ما هي استخداماته؟ حضرتك عارف استخدامين، عارف ان هو ممكن يستخدم في الانتي جاوت وهو دراج اوف تشويس في حاله الاكيوت اتاك، وعارف ان هو انتي كانسر لانه بيوقف الميكروتوبيولز زي ما قلت لك اللي بتصنع لي خيوط المغزل او الميتوتيك سبندل. طيب نمسك كده انتي جاوت، قلت لك في الاكيوت اتاك وهو دراج اوف تشويس، والكلمه دي مهمه، دراج اوف تشويس اهم دواء او الفيرست تشويس في علاج الاكيوت اتاك اوف جاوت هو مين؟ الكولشيسين. الكلمه دي مهمه. طيب بقول لك ان هو ممكن يستخدم لمنع حدوث الجاوت، يعني استخدمه فور بروفيلاكسز، يعني كلمه بروفيلاكسز منع حدوث. طيب بستخدمه امتى كبروفيلاكسز؟ لما تكون حضرتك بتدي ادويه اسمها اليوريكوزيوريك
واليويكو زيوريك لوحدها مش قادره تمنع حدوث الجوت والاتاك لسه بتحصل بصوره مستمره. فانا بعمل ايه؟ بدي جرعه صغيره من الكولشيسين مع اليويكو زيوريك. تمام؟ بنكتبها ازاي دي؟ بتنزل لك ازاي الصيغه؟ بيقول لك بروفيلاكسز او بريفنشن ان كومباينيشن، يعني مضاف الى اليويكو زيوريك دراج، يعني باخد الدوايين مع بعض. تمام؟ وانتي كانسر دراج خلصناها. ممكن يستخدم كبروفيلاكسز في حاله اسمها الاف ام اف او الفاميليال ميديترينيان فيفر. تطلع الفاميليال ميديترينيان فيفر دي يا اولاد بالعربي اسمها حمى البحر الابيض المتوسط. اشمعنى؟ لان اول حالات اكتشفت لهذا المرض، هو مرض وراثي بيني وبينكم، اول حالات اكتشفت لهذا المرض كانت في الجزائر وليبيا وتركيا، وفي حالتين اتسجلوا في مصر في نفس الوقت. فقال لك ايه ده، هو في الدول اللي حوالين البحر المتوسط؟ يبقى نسميها حمى البحر الابيض المتوسط، اسمها فاميليال ميديترينيان فيفر. فاميليال لان هي حاجه وراثيه بتحصل في الفاميليز، وميديترينيان فيفر لان نسبه الى اول ظهور ليها كان في الدول المحيطه بالبحر الابيض المتوسط. خير يا دكتور، ماشي عرفنا اسمها. بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن نوبات كده يا جماعه. الطفل ده اللي عند سن معين هو مصيبه، يعني من 28 ل 35 سنه بيجي له نوبات. النوبات دي بتكون في صوره ايه؟ بتكون في صوره حمى لانها فيفر، بتكون في صوره حمى والتهابات في الجسم كله بلا استثناء. في المفاصل تلاقي، في الصدر تلاقي، في الابدومين تلاقي التهابات في الجسم كله بتبوظ. ممكن يحصل له التهابات في القلب، والحاله دي بتكون خطيره وفيتل. تمام؟ بيحصل له حاجه اسمها بيريكاردايتس اللي هو التهاب في الغشاء المحيط بالقلب، والحاله دي بتكون فيتال. طيب بقول لك ان هي بتجيله في صوره نوبات، يعني ايه؟ يعني بتجيله نوبه حمى وتكسير في الجسم، بعد كده تسكت شويه وبعد فتره ترجع له تاني. فانا بعمل ايه؟ جات له النوبه وخلاص، الراجل ده عملت له حاجه اسمها كريوتايبنج عشان اشوف، مش مهم شخصته، فاميليال ميديترينيان فيفر. الراجل ده اتشخص انيميا بحر ابيض متوسط، قصدي حمى بحر ابيض متوسط. هنعالجه ازاي؟ جات له النوبه، هيفضل ماشي على كولشيسين. ليه؟ عشان امنع الريكرنس بتاع النوبات دي تاني. والمصطلح ده لسه شارحه لك اسمه بروفيلاكسز اوف فاميليال ميديترينيان فيفر. يبقى استخداماته سهله خالص، انتي جاوت وانتي كانسر، وما تنساش الاف ام اف او الفاميليال ميديترينيان فيفر. نخش على عيوب هذا الدواء او الاعراض الجانبيه والادفيرز افكت بتاعت هذا الدواء. انا لسه قايل لك حاجه، ان الدواء ده بيوقف عمليه الميتوزس. عشان بيوقف عمليه الميتوزس هي دي عيوبه. اي دواء بيوقف عمليه الميتوزس ممكن تلاقي، او وارد جدا تلاقي حاجه من دول. بص كده، عندك الامعاء بتاعتك البطانه بتاعتها المفروض بتتهد، بيحصل لها شيدنج ويحصل لها ريجنريشن، ترجع تتكون تاني. طيب لو دواء وقف الميتوزس ايه اللي هيتم؟ البطانه هتتهد، هتيجي عشان تتجدد بعمليه الميتوزس. لا يا معلم، الميتوزس واقف، وبالتالي هيحصل مشاكل عندك في الامعاء. طيب دي اول نقطه. تاني نقطه، نخاع العظام بتاعك عمال مصنع شغال ما بيوقفش، عمال يصنع خلايا دم خلايا دم خلايا دم، صح؟ عن طريق عمليه اسمها ايه؟ الميتوزس. طب الدواء بيوقف عمليه الميتوزس، يبقى هيعمل ايه؟ هيوقف النخاع العظمي. دي تاني نقطه. تالت نقطه، تسال نفسك هو ليه الناس اللي بتاخد كيماوي او علاج للسرطان شعرها بيقع؟ لان الشعر برضه نفس الفكره، بيقع وبيتجدد باستمرار. فحضرتك اخدت دواء بيوقف الميتوزس، فالشعر هيقع ومش هيعرف يتجدد عن طريق عمليه الميتوزس، فبيحصل عنده سايد افكت اسمه الوبيشيا. الوبيشيا يعني ريفيرسبل هير لوس، لما بيوقف العلاج الكيماوي شعره بيبتدي يطلع تاني. طيب ما تيجي نشوف كده ايه الادفيرس افكت، دول اللي انا شرحته. على المستوى الجي اي تي بيعمل لي جي اي تي اريتيشن، بيهيج لي الامعاء. اي دواء كيماوي كده، حتى فيلم او مسلسل بريكنج باد كان شاهد عن الحوار ده. شوفوا اي حد كان بياخد سرطان، ادويه سرطان، في اي فيلم هتلاقيه بيجري على الحمام على طول يرجع. تمام؟ بيحصل عنده نوزيا، النوزيا اللي هو شعور بالقيء، غثيان يعني، عايز يرجع. بعد كده بيرجع حاجه اسمها فوميتنج. بعد كده بيحصل دايريا،
والدائريه هنا بتكون سيفير جدا يا جماعه، وبيكون سيفير ابدومينال بين برضه. نوزيا وفوميتنج ودايريه وابدومينال بين. نوزيا وفوميتنج ودايريه وابدومينال بين. اكتر حاجه بتحصل مع الكولشيسين هي الاعراض دي. لو حضرتك بتاخد الكولشيسين بصفه مستمره وجيت في يوم واتغابيت في جرعته شويه، اليوم ده هتباته في الحمام، بيحصل سيفير دايريه لما تاخد جرعه زياده من الكولشيسين. ماشي؟ اوعى تستهون بيه، هتلاقي كل الادويه بتعمل نوزيا وفوميتنج ودايريه وابدومينال بين، بس خد بالك الدواء ده الدايريه بتاعته شديده. الدايريه بتاعته شديده. ماشي؟ بتنزل في الام سي كيو. الكولشيسين اهم سايد افكت ليه اصلا السيفير دايريه والسيفير ابدومينال بين. اوعى تستهون بيه تالت مره. ماشي. بعد كده ممكن يعمل لي نيفروتوكسيستي. هو كلمه نيفروتوكسيستي يعني تسمم في النيفرونات بتاعه الكليه. طيب لما يحصل كدني دامج او يحصل نيفروتوكسيستي ايه اللي هيتم بعدها يا جماعه؟ هيحصل عندك حاجه اسمها هيماتوريا. هيما يعني بلد، دم. دم في اليورين، اليورين بيكون ملون او معرق باحمر كده يا جماعه نسبه من نزول بعض قطرات الدم. او اوليجوريا، يعني كلمه اوليجوريا النيفرونات اتكسرت وبالتالي اليورين اللي بيطلع بيكون قليل. اوليجوريا يعني ديكريز في اليورين او البول. يبقى لما يحصل نيفروتوكسيستي ممكن يكون دم هو اللي طالع او خروج البول اصلا بيكون قليل. هيماتوريا او اوليجوريا. بيحصل حاجه اسمها الوبيشيا. الوبيشيا يعني ريفرسبل هير لوس. طيب بون مارو ديبريشن، يعني البون مارو نخاع العظم ما عادش بيطلع ايه؟ كرات الدم الحمراء. انا شرحت لك ليه بيعمل لي الادفيرس افكت دي. اخر بوينت عندك في الصفحه مربع كده اسمه في حالات الاكيوت اتاك احنا بنبدا بانهي دواء؟ بنبدا بكولشيسين او ديمكولوسين. طيب اف فيلز، لو حصل ان الكولشيسين والديمكولوسين دول مش شغالين بنرجع ليه سكند تشويس ونضيفه ليه اللي هم نايسترويدال اسمائهم كنا قلناها قبل كده. طيب في الريفراكتوري كيسز، وكلمه ريفراكتوري يعني مستعصي، في الحالات المستعصيه بنرجع لمين؟ بنرجع للكورتيزون واخواته اللي هم عائله سيد الاس دي اتش والبريدنزولون. هل هذا الكلام دي بروبلم؟ ده صفحه جميله جدا. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. نمسح السبوره ونرجع لبعض تاني. الصفحة اللي بعد كده يا جماعة بنتكلم عن الأدوية اللي بتستخدم in between attacks أو البروفلاكتيك دراج. مع أول فكرة ليها هي فكرة واحدة بس لكل الأدوية، أدوية اسمها اليوريكوزيوريك دراجز، يعني الأدوية اللي بتزود خروج اليوريك أسيد في البول. طبعا حضرتك عارف إن ده النفرون بتاع الكلية. النفرون بتاع الكلية بيحصل فيه فلترة للدم، فاليوريك اسيد بيخرج ويجي هنا للنفرون بتاع الكلية. طيب هل كل اليوريك اسيد بينزل في اليورين؟ لا. في جزء من اليوريك اسيد بيحصل له عملية اسمها ري ابزورشن، الا وهي اعادة الامتصاص عند كارير موجود هنا، ناقل موجود هنا في الانابيب الملتفه القريبه اسمها بروكسيمال كونفليوتد تيبيولز او اختصارا بي سي تي. يبقى خد بالك بقى من لقطه، بقول لك بيحصل فلتره للدم عند النفرون لليوريك اسيد، جزء كبير من اليوريك اسيد بينزل في اليورين وفي جزء محترم بيحصل له ري ابزوربشن او اعاده امتصاص. طيب حضرتك في حاله الهايبر يوريسيميا ايه رايك؟ عايز تزود إعادة الامتصاص ولا عايز تمنعها خالص؟ لا أنا عايز أمنع إعادة الامتصاص لأن أنا عندي يوريك أسيد كتير في الدم. أضام اليوريك أسيد الحمد لله وصل النفرون وحصل له فلترة، مش عايز يمتص، عايز يخرج بره، عايز أتخلص من كمية كبيرة قوي من اليوريك أسيد. طب أنا بعمل إيه؟ بدي أدوية. الأدوية دي يا جماعة بتمنع الري أبزوربشن بتاع يوريك أسيد. طالما اليوريك اسيد ما بيحصلهوش ري ابزوربشن، بمعنى اخر ان هو هيكمل طريقه ويخرج بره الجسم، فانت كده بتزود محتوى اليورين اللي خرج ده باليوريك اسيد. الادويه دي بنسميها ايه؟ بنسميها يوريكوزيوريك دراجز. كلهم بيشتغلوا بنفس الفكره. ايه هي الفكره بتاعتهم؟ انهبت تيوبيولار ري ابزوربشن، يعني بينهبت بيمنع تصنيع بيمنع اعاده امتصاص اليوريك اسيد من التيبيولز بتاعت الكدني، تمام؟ اللي هي البروكسيمال كونفليوت تيبيولز. في اي مشاكل يا جماعه؟ لا مفيش مشاكل. طب سموا الله كده وصلوا على النبي، وخلينا نبدا واحده واحده باليوريكوزيوريك دراج.
اول دوايين اللي هي العيله اللي اسمها الساليسيليد اللي اشهر دواء فيها هو الاسبرين والبروبينيسيد، وانا بقول لك اساميهم في الاول اكدت لك على كلمه لارج دوزس، قلت لك ان هي مهمه. اشمعنى؟ لان الادويه دي بميكانيزم مش علينا دلوقتي، ومش هوجع دماغك فيه لانه مش مهم دلوقتي. بميكانيزم معين الادويه دي في السمول دوز، الادويه دي في السمول دوز بتعمل لي سايد افكت هايبر يوريزيميا. انت ليه قلت سايد افكت هايبر يوريزيميا؟ لان انا مش محتاجه دلوقتي، ده اعراض جانبي من الدواء. يبقى في السمول دوز اللي بتبدا بالاس اهي، في السمول دوز سايد افكت انا مش بستخدمها في السمول دوز خالص. ليه؟ لانها بتعمل هايبر يوريزيميا، بتمنع الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد، فتزيد كميه اليوريك اسيد في الدم. تمام؟ تمام. طيب في اللارج دوز لاجوت، يبقى خد بالك السمول دوز سايد افكت اسمه هايبر يوريزيميا، في اللارج دوز لاجوت. في اللارج دوز يا جماعه بتزود الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد. ازاي يا دكتور؟ انها بتوقف الري ابزوربشن اوف اليوريك اسيد ات بروكسيمال كونفليوتد تيوبولز، والكلام ده منتهي. تمام؟ خد بالك بقى من اللقطه، الاثنين دول نفس الكلام بالظبط، ما بيتكررش، ما بيتغيرش قصدي، نفس الكلام ما بيتغيرش. انا عشان مصور بالليل، الدنيا فاصله معايا، لسه جاي مستشفى، فالدنيا تمام. في السمول دوز يا جماعه هنا هتزود جرعه، ممكن تحفظها وممكن تخمنها. اعرف اللارج دوز بتاعت الساليسيليت، اللارج دوز بتاعت الساليسيليت اكتر من خمسه، اكتر من خمسه رايح دماغك، خلاص؟ اللارج دوز اكتر من خمسه وخلصت، اي حاجه ثانيه يبقى دي بنعتبرها سمول دوز. تمام؟ تمام يا دكتور. ايه ثاني عايز تقوله؟ عايز اقول لك ان الاسبرين لما اديك لارج دوز بيعمل لي بلاوي ومشاكل اكتر من اي جوت. يعني ايه؟ يعني ضره اكتر من نفعه. ده بيعمل لي قرح فظيع في المعده. مش بس كده، ده ممكن يدخلني في حاله تشنجات من الجرعه الزايده من الساليسيليت اللي هو الاسبرين، يعني بيدخلني في حاله تشنجات، ممكن يعمل لي سيوله فظيعه في الدم وبلاوي زرقاء لسه هناخدها ان شاء الله باذن الله لما نشرح الاسبرين بالتفصيل. تمام؟ طيب لذلك الساليسيليت ما بيستخدمش في علاج الجوت. اشمعنى يا دكتور؟ لانك عشان تستخدمه في علاج الجوت لازم تديه في لارج دوز، ولما بديه في لارج دوز بتكون اضراره اكتر من مميزاته، لذلك انا ما بستخدمهوش. اكتب لي كده جنبه، جنب الساليسيليت اكتب لي الكلمه دي، اوبسليت. يعني ايه اوبسليت؟ يعني نوت يوزد ناو. تمام؟ يبقى الساليسيليت بقول لك في علاج الجوت هي اوبسليت. ليه؟ لان اضراره اكتر من ايه؟ من نفعه. خلاص فممنوع. هتخش على البروبينيسيد هتلاقيه عم جاي متغير لك الجرعات، لان الجرعات بتاعت البروبينيسيد مش مهمه، لان الدواء ده في اللارج دوز اصلا امن، يعني ما يعملليش اضرار اصلا. خلاص؟ فلذلك بيستخدم عادي في الجوت، لارج دوز شغال. في البروبينيسيد نفس الفكره، سمول دوز بالسايد افكت اسمه الجوت، في اللارج دوز لا جوت. نفس الكلام بالظبط. طب السلفاين بايرازون، السلفاين بايرازون مش هنتكلم في جرعات، في سمول دوز في لارج دوز الراجل ده بيمنع الرينال ري ابزوربشن بتاع اليوريك اسيد، وبالتالي بيشتغل كيوريكوس يوريك. ده خلص السلفاين بايرازون، كلام تافه، هي فكره واحده بس وبتتكرر. طيب البنز برومارون في ام سي كيوهات بس صغيره، والتحشيشه اللي انا هقولها دي مكمله معانا في الادويه اللي بعد كده. اي دواء بيبدا بكلمه بنز اعرف ان كريم بنزيما بقى، الناس اللي فاهمه في الكوره الستات تبقى كريم بنزيما ده راجل محترم مهاجم ريال مدريد بقاله سنين عديد. طيب كريم بنزيما هو اللي شايل اليومين دول الريال على كتفه في ظل تالق فينيسيوس الغير معتاد. يعني المهم بقول لك ان كريم بنزيما يعتبر حاليا هو احسن لاعب في ريال مدريد، فبقول لك ان البنزو هو البيست، او البنز هو البيست، البنز هو البيست. اي دواء بيبدا بالبنز يبقى هو احسن واحد في عيلته. اتفقنا؟ البنز برومارون ده اسم الدواء، اسمه ايه؟ بنز برومارون. البنز برومارون ده بيشتغل ازاي؟ برضه نفس الفكره، ان هو بيمنع الري ابزوربشن بتاع اليوريك اسيد من على البروكسيمال كونفليكت تيبيولز، بس الفكره ان هو اقوى واحد في اليوريكوزيوريك. اقوى واحد في اليوريكوزيوريك، هو الموست بوتنت يوريكوزيوريك. طيب
بستخدمه امتى او بلجأ للدواء القوي ده امتى؟ لما الاقي بدي البروبنسيد او السلفاين بيرازون ومش جايبين نتيجه معينه، لسه العيان بيحصل له اكيوت اتاك من الجلط، فبضطر ان انا ادي اقوى واحد فيهم اللي هو اسمه ايه البنز برومارون، يعني بستخدمه في حالات ريفراكتوري. ولسه قايل لك ان الريفراكتوري يعني ايه؟ يعني الحالات المستعصيه. او حضرتك عندك حساسيه من البروبنسيد او السلفاين بيرازون، فهذا الدواء نسبه حدوث الحساسيه فيه تعتبر معدومه 2%، ماشي؟ تعتبر معدومه. الرجي لو واحد عنده حساسيه من البروبنسيد والسلفاين بيرازون لمركبات الصلفه يعني او مركبات الكبريت، بنضطر ان احنا ندي الايه البنز برومارون، يبقى يوزد ان في حالات الالرجي وفي حالات الايه الريفراكتوري. هل هذا الكلام بيه بروبلم يا جماعه؟ اعتقد الكلام ده سهل وتافه خالص. البنز برومارون بقول لك البنز هو الايه البيست. تمام، نمسح سبوره ونرجع لبعض تاني مع اخر دواء واخر صفحه. مع اخر صفحه معانا ان شاء الله في درس الجاوت، هنتكلم عن عده ادويه اسمها اليوريكوستاتيك. هو دواء واحد اللي بينقشوه عندكم في بالها، الا وهو الالوبيرينول او الدواء اللي اسمه الزايلوريك اللي انا قلت لك حبوبه صفرا دي. الدواء ده مهم جدا، من اشهر الادويه اصلا اللي بتستخدم في الجاوت على المدى الطويل في الكرونيك جاوت. اشمعنى يا دكتور؟ لانه الدواء ده بيكون امن شويه على الكليه. اليوريكوزيوريك دراج هما بيزودوا نزول اليوريك اسيد في النفرونات بتاعت الكليه، بس ممكن حضرتك ما تعملش حمام دلوقتي، فالبول يتجمع في المثانه البوليه، والبول ده في كميه يوريك اسيد كتير، مش ممكن اليوريك اسيد ده يتراكم على بعضه ويعمل لي حصوات؟ ايوه يا دكتور ممكن يعمل لي حصوات، انما الالوبيورينول اصلا بيمنع التصنيع، فبيمنع اليوريك اسيد تصنيعه اصلا، وبالتالي بيمنع نزوله في البول، وبالتالي هو امن على الكليه شويه، بيمنع حدوث اليوريت ستونز، بيمنع تكوين الحصوات. انما عشان بس الناس هتحطها بسرعه، اليوريكوزيوريك بينزل يوريك اسيد كتير في اليوريك ده في الكليه على مستوى الكليه، يوريك اسيد نزل واتجمع في الحالب، راح للمثانه البوليه، حضرتك ما عملتش حمام دلوقتي، ففي يوريك اسيد كتير متجمع في المثانه البوليه، فضلت كاتب الحمام فتره شويه فتره شويه فتره شويه، اليوريك اسيد ده يا جماعه بيتجمع على بعضه بيعمل لي رمله، والرمله دي بتتحول لحصوات بعد كده، ودي مشاكل. طيب انما الدواء اللي اسمه الالوبيورينول زي ما قلت لك هو بيمنع التصنيع من الاول خالص، بيوقف الانزيم اللي اسمه الاكس او اللي هو الزانسين اوكسيديز، تمام؟ بيوقف هذا الانزيم وبالتالي بيمنع التصنيع اصلا من الاول، فما فيش يوريك اسيد هينزل في اليوريك، وبالتالي بيمنع حصوات الكليه. ده مهم جدا، يلا نشوف بيتكلم في ايه. اول نقطه الميكانيزم اوف اكشن حضرتك عارفها من على الرسمه، بيوقف الاكس او اللي هو الزانسين اوكسيديز انزيم، وبالتالي بيمنع تصنيع اليوريك اسيد. خد بالك بس عشان وانت بتدور في المذاكره كده، الشباك ده معناه انهبيشن، الشباك ده معناه انهبيشن، ولو لقيت 3 تي ورا بعض معناها تريتمنت، خلاص؟ طيب بالنسبه لليوزز، بيستخدم في الهايبر يوريسيميا، علاج الهايبر يوريسيميا، هو ما بيصنعش يوريك اسيد فمفيش هايبر يوريسيميا اصلا، او حاجه اسمها الكرونيك جاوت، وخصوصا في حاله الرينال امبيرمنت، لو واحد عنده مشكله في الكليه اصلا. ليه؟ لان لو عنده مشكله في الكليه وانت اخذت يوريكوزيوريك دراجز هيتكون حصوات، تمام؟ يبقى اول حاجه بيعالجها الهايبر يوريسيميا او الكرونيك جاوت. النقطه اللي بعدها بيمنع، بيمنع ايه؟ بيمنع الهايبر يوريسيميا بعد ما حضرتك لو عندك سرطان تاخد علاج كيماوي. اشمعنى؟ تعال نفكر فيها. علاج كيماوي او اشعاعي بيني وبينك. يا جماعه بعد ما الراجل بياخد العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي بيحصل عنده ظاهره اسمها تيومر لايسز سندروم. تيومر لايسز سندروم. العلاج الكيماوي ده نجح ان هو يفرتك بعض خلايا السرطان. او العلاج الاشعاعي نجح ان هو يفرتك بعض خلايا السرطان. مش الخلايا اللي اتفرتكت دي يا جماعه طلع منها بروتين؟ اه. اكنك واكل حته لحمه بالظبط، طلع منها بروتين. البروتين ده لما يجي يتكسر يتحول الى ايه؟ الى هايبوزانسين، ثم الى زانسين، ثم الى يوريك اسيد بنفس الانزيم، ثم عندك مشكله في ان هو يخرج بره، حصل عندك حاجه اسمها هايبر يوريسيميا، بعد كده تخش في جوت. يبقى خد بالك، كسرت خلايا السرطان،
حصل اديت كانسر كيموثيرابي او اللي هو الراديشن ثيرابي اللي هي علاج الكانسر. دلوقتي في كميه بروتينات كتير قوي خرجت، كميه البروتينات دي لو اتكسرت هتديني كميه كبيره من الهايبوزنسن ثم اليوريك اسيد على المدى الطويل. ممكن يحصل عندك هايبرليوريسيميا وتخش في مضاعفات انت في غنى عنها. طب انا اعمل ايه يا دكتور؟ خلاص وقف الانزيم اللي اسمه الاكس او، وبالتالي تمنع تحويل البروتينات الى يوريك اسيد، وبالتالي انت بتمنع حدوث الايه؟ بتمنع حدوث الهايبرليوريسيميا ثم تضاعف حاله الجلد. تمام؟ يبقى بريفنشن اوف سكندري هايبرليوريسيميا. يعني ايه سكندري هايبرليوريسيميا؟ الهايبرليوريسيميا اللي حصلت بسبب علاج السرطان دي بنسميها سكندري. سكندري هايبرليوريسيميا افتر كانسر كيموثيرابي. ليه؟ عشان حصل تيرن اوفر او لايسيس. كلمه تيرن اوفر يعني الخلايا اتكسرت. تمام؟ دي تو رابيد تيرن اوفر اوف سيلز. ماشي؟ طيب وطبعا بيمنع اليوريك ستونز اللي هو بيمنع تكوين اليوريك اسيد من بدايته، ودي انا لسه شارحها ان شاء الله. طب ما هي عيوب الالوبيورينول؟ عيوب الالوبيورينول لو عايز تحفظها اليوزز، يعني هو بيمنع الهايبرليوريسيميا والكورنيك جلد سهله. بريفنشن اوف 2 اس السرطان اللي هو الهايبرليوريسيميا بتاعت الكانسر كيموثيرابي السرطان والستونز اليوريك ستونز سهله خالص. طيب الادفيرس افكت، اول ادفيرس افكت جي اي تي. قلت لك اي جي اي تي اكتب بعدها نفضه. ايه نفضه؟ ما انا لسه قايلها. نوزيا غثيان او شعور بالقيء، فوميتنج يعني قيء، دايريا اسهال، وابدومينال بين الام في البطن. نفضه. طيب النقطه اللي بعدها هايبر سنسيتيفيتي، وهايبر سنسيتيفيتي بمعناها حساسيه. اي هايبر سنسيتيفيتي هتكتب بعدها ايه؟ الحساسيه ممكن تكون في صوره ايه؟ ريش اللي هو طفح جلدي، او فيفر شويه سخونيه. ريش او فيفر، ريش او فيفر، هايبر سنسيتيفيتي بتبدا بدايه شغل بال. الاتش اللي بعدها هيديك ودراوزنس، صداع ودوخه. هيديك ودراوزنس. الاتش اللي بعدها هيباتوتوكسيستي، مشاكل في مشاكل في الكبد. هيباتوتوكسيستي ممكن يعمل لي بون مارو ديبريشن، ممكن يعمل لي بريفرال نيورايتس، التهاب في الاعصاب الطرفيه، ده معنى كلمه بريفرال نيورايتس. يبقى عندك ثلاث اتشات ورا بعض. هايبر سنسيتيفيتي صوره طفح جلدي او فيفر سخونيه. النقطه اللي بعدها هيديك اند دراوزنس، دوخه وصداع. النقطه اللي بعدها هيباتوتوكسيستي يعني مشاكل في الليفر، وبون مارو ديبريشن وبريفرال نيورايتس. بس بيني وبينك الريسك بتاع الهيباتوتوكسيستي والبون مارو ديبريشن والبريفرال نيورايتس الريسك بتاعها بيكون صغير، فبقول لك ان هو رير ان هو يعمل لي الحاجات دي. تمام؟ اخر حاجه بقول لك ان الالوبيورينول ده بيوقف الانزيمات المسؤوله عن تكسير بعض الادويه، بنقول عليه انزيم انهبيتور، بيوقف الانزيمات المسؤوله عن تكسير بعض الادويه. ما تقول لي كده بيوقف الانزيمات المسؤوله عن انه ادويه يعني يا دكتور؟ دواء بيوقف تكسير البيورين والبروبينسيد. بيوقف تكسير ايه؟ اتنين بيبداوا بالبي اهم، بيورين وبروبينسيد. اسمه ايه؟ اسمه الوبيورينول. فبيوقف تصنيع البيورين والبروبينسيد عشان ما تنساهاش في الام سي كيو. اسمه البيورينول، يبقى بيوقف تصنيع بروبينسيد والبيورين. البيورين ده حاجه هناخدها قدام اللي هو كمان الحصه الجايه اللي هو الفيديو الجاي ان شاء الله. اسمه ايه الدواء ده؟ اسمه ميركابتو بيورين. اسمه ايه؟ ميركابتو بيورين 6 ميركابتو بيورين. تمام؟ يبقى الانزيم الهيبيتور بيوقف تكسير دوائين، اسمه البيورينول بيوقف تكسير البروبينسيد والميركابتوبيوري. طيب في شويه احتياطات مهمه جدا في الام سي كيو. بريكوشنز بتاعه الجوت، ايه هي الاحتياطات اللي انا انصح بيها عيان جوت جالي وانا شخصته جوت وابتديت معاها علاج بس لازم اكلمه كلمتين كده اقول له لازم تشرب ميه كتير. اول حاجه لازم يشرب ميه كتير. والله لو الراجل ده عنده مشكله في الكليه فانا قلت لك الدواء الامن على الكلى اسمه الالوبيورينول. مهمه ام سي كيو اهي. يبقى الراجل ده يشرب ميه كتير، الراجل ده لو عنده مشكله في الكليه ياخد الالوبيورينول. طيب احنا كنا اتفقنا قبل كده ان الحاجه الاسيد بيعاد امتصاصها او بتمتص في الوسط الاسيد، انما لا تمتص في الوسط الالكالي. يبقى خد بالك اي حاجه اسيد تمتص في الوسط الاسيد انما لا تمتص في الوسط الالكالي. طيب انا مش عايز اليوريك اسيد يمتص. اسمه ايه؟ يوريك اسيد.
هو هيمتص فين؟ في الوسط الاسيد. خلاص هخلي الوسط الكالين. يعني حضرتك هتعمل ايه يعني يا دكتور؟ هعمل حاجه اسمها الكالينايزيشن اوف يورين، يعني هخلي اليورين بتاعي الكالين، وبالتالي اليوريك اسيد مش هيمتص. يبقى خد بالك عندك اول ثلاث حاجات، تنصح ان هو يشرب ميه كتير، هتعمل له حاجه اسمها الكالينايزيشن اوف يورين، هتخلي اليورين بتاعه الكالين. لو في حاله رينال امبيرمنت او حاجه اسمها رينال انسفشنسي، يعني عنده مشكله في الكليه، مين الدواء اللي يفضل انك تكتبه؟ الالوبيورينول، لانه امن على الكليه. طيب مش انا قلت لك ان الساليسيليت سمول دوز بتعمل لي سايد افكت هايبريورسيميا؟ اه. فالراجل ده لو صدع تقول له خد باراسيتامول، اوعى تاخد ريفو اللي هي حبايه الاسبرين، خد بنادول او خد باراسيتامول، اوعى تاخد الريفو. ما ينفعش خالص الراجل ده، افويد سمول دوز اوف الاسبرين. لو صدع او سنانه وجعته او حصل سخونيه او حصل اي نيله، ما ينفعش ياخد الاسبرين، امال ياخد ايه؟ البنادول امن. تمام. طيب اخر حاجه، الناس يقول لك طالما رجلك بتوجعك ما ينفعش، من كتر الشاي والقهوه، كتر الشاي والقهوه. الشاي والقهوه بيعملوا املاح، ماشي، بس الفكره كلها ان الجوت كمرض الشاي والقهوه مش ممنوعين فيه. احنا كاتبين الاحتياط ده او هم كاتبينه عندكم عشان بس الشعب المصري مش اكتر. الشاي والقهوه مش ممنوعين في الجوت، ايش معناه؟ لان الماده الفعاله في الشاي او القهوه ماده اسمها ميثايل زانسين. اسمها ايه؟ ميثايل زانسين، مش الزانسين اللي احنا نعرفه، امال اسمها ايه؟ ميثايل زانسين. فالميثايل زانسين ده لما بيجي يشتغل عليه الانزيم اللي اسمه الاكس او، هو بيتكسر برضه بالاكس او، بيحول الميثايل زانسين الى ميثايل يوريك اسيد، مش يوريك اسيد، ميثايل يوريك اسيد. وهذا الميثايل يوريك اسيد رابيدلي اليمينيتد، بيخرج من غير ما يترسب خالص في الجوينتس. تمام؟ دكتور عايز احفظ البريكوشنز، انا كاتب لك مربع صغير كده، اقول لك اشرب ميه، بص على الكليه، حاسب على الاسبرين، وما تحاسبش على الشاي والقهوه. اشرب ميه، هاي فلويد انتيك، بص على الكليه، حضرتك هتخلي اليورين بتاع الكليه الكالاين، ولو عنده رينال امبيرمنت تدي الالوبيورينول. تمام؟ حاسب على الاسبرين، حاسب انك تدي العيان ده اسبرين سمول دوز. تمام؟ بتنبهه لو صدعت ما تاخدش اسبرين، خد بنادول. تمام؟ طيب وما تحاسبش على الشاي والقهوه لان هما نوت كونترا انديكيتد، وكلمه نوت كونترا انديكيتد يعني مش ممنوعين في عيان الجوت. ليه؟ لان الماده الفعاله اسمها ميثايل زانسين، دي تتحول لميثايل يوريك اسيد اللي هو نوت بريسبيتيتد، لا يترسب في المفاصل. اتمنى الدرس يكون سهل، انا ما اعرفش انا طولت عليكم ولا لا، بس اتمنى ان يكون الفيديو برضو ممتع. الناس تقرا بعد ما تخلص الفيديو، وده كلام ضروري انك تقرا الفارما بعد ما تخلص الفيديو على طول. تمام؟ ان شاء الله هنكمل مع بعض على ابلكيشن، هنزل لكم كل الديتيلز، اول فيديو بس في اليوتيوب، وان شاء الله خير. تمام؟